لان فكره الاستفتاء في حد ذاتها ووجود شرعيه جديده على الارض بدستور 2013 ستنهي تماما اي كلام عن دستور 2012، وخاصه اذا كان التصويت بنعم اعلى من النسب السابقه، واظن انه سيتجاوزها بكثير اللي هي كانت 64% بتاعه دستور 2012. يعني حالة الفوضى اللي احنا شايفينها هذه الايام نتيجة لموضوع الاستفتاء على الدستور حتى افساد هذا الامر. طب يعني حضرتك شايف احنا متجهين في اي اتجاه؟ شايفين من النواحي الامنية، من النواحي السياسية، مصر متجهة الى فين في تلك النقطة؟ هو المشكلة برضو ان احنا ربما في مأزق يعني نسبي بسبب برضو اداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. برضو والاسف الشديد الحكومه يعني قانون تظاهر يعني كان المفروض تاخد بوصايا حقوق الانسان، او لان معظم البنود اللي هم حاطينها اصلا موجوده في قانون العقوبات. فالنقطه الثانيه ان هو المشكله ان هم يعني بغباء سياسي استدعوا بعض القطاعات للشارع المصري، وكان هذا يصب في مصلحه الاخوان سواء بقى للشاركين الثوريين او بعض المجموعات الاخرى. فدي الفكره الاساسيه. والمشكله ان برضه الداخليه لابد ان تطبق القانون بالقانون، يعني هو الفكره ان هو مش نزول الشرطه لتطبيق القانون للتجاوزات. ما هو قانون تنظيم التظاهر ده يا فندم، ما هو قانون يعني قانون تنظيم التظاهر. لا انا دلوقتي الحكومه في حد ذاتها دلوقتي في سلاح في الحكومه، يعني مثلا بيقول كلام زياد بهاء الدين بيقول كلام تاني، وزير التضامن الاجتماعي بيقول كلام تاني. يعني زياد بهاء الدين طلع بشكل مباشر وانتقد قانون التظاهر. يعني ازاي الحكومه هذا الارتباك اللي موجود في الحكومه ان رئيس الوزراء يقول سنطبق القانون بكل حزم، يطلع زي البهائي دي يقول لك انا ضد القانون، ويطلع وزير التضامن يقول لك انا ضد القانون. انا كنت باثير معي، انا معايا سياده اللواء مجدي الباسيوني الخبير الامني معايا على الهواء مباشره، وكنت سألها على هذا الامر وليه تعليق عشان برضو نبقى مش يعني معانا راي اخر. فكويس. لا هو مش راي اخر، هو نعم. هو مش ضد يعني. لا هو مش ضد، ولكن على عنده تحفظات على قانون تنظيم التظاهر. لكن هو يعني اصل متى يشرع القانون؟ متى يصدر القانون؟ عندما تكون هناك ظاهرة، والظاهرة هتاخد شكل مخل بالأمن أو يعرض حياة المواطنين لمخاطر أو المنشآت العامة. خاصة إن احنا في ظرف استثنائي يعني بالظبط كده. لا لا حتى أي قانون بيصدر علشان ينظم. هقول لحضرتك عندما كان في عندما ظهر النت، وزارة التكنولوجيا النت، ظهر قانون بينظم هذا ويجرم جرائم النت. نعم. مش كده ولا لا؟ نعم. الاعضاء البشريه، ما كانش في صدر قانون عشان يجرم التجار في الاعضاء البشريه. احنا امام مظاهرات من عزل مرسي لغايه النهارده، في مظاهرات كتيره جدا، والمظاهرات مالت الى التخريب وحرق الجامعات واتلاف في الشوارع. خرجت عن النطاق السلمي. خرجت عن نطاق السلمي بكتير. فهنا في الحالة دي يبقى لازم قانون ولا مش لازم قانون؟ يبقى لازم. ده أنا بقول أن القانون جاء متأخرا. نعم. كانت مجرد ما تبدأ بوادر التظاهرات باللي يصدر هذا القانون. ما الغرض من هذا القانون؟ بيقول طيب. إيه؟ خلينا ناخد أكيد حضرتك سامع يا أستاذ سامع. تفضل. هو المشكلة برضو قدرة الجهاز على تطبيق القانون. يعني في اليوم اللي هو تم فض مظاهرة الشورى، أنا كان عندي في أكتوبر مظاهرات امتدت بثلاث ساعات للإخوان المسلمين، وعلى مستوى مصر كان هناك عشرات المظاهرات طبعا بدون تصريح، وخرجت ولم يتصدى لها الأمن، لأن برضه الأمن ممكن ينهك. يعني برضه لازم نكون حريصين على الجهاز الأمني إن هو يكون عنده قدرة على التطبيق، وإذا كان مثلا الحوار ضروري في هذه اللحظة. النقطة الثانية، طب القانون صدر بقى له أسبوع 10 أيام، بقى هم تجاوزوا القانون بالوافقة في يوم واحد مش ثلاث أيام، طب ما هو ده مش تطبيق القانون. يعني راح محمد عادل خد تصريح في نفس اليوم أو قبلها بيوم، برضه حد تاني خد تصريح قبلها بيوم بتوع طلعت حرب. يعني هذا في حد ذاته تجاوز للقانون. هو المشكله القدره على تطبيق القانون. فدي المشكله اللي ربما طب كان يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ سامح، يعني سيب الشارع المصري في حاله الفوضى دي، كنا يعني القانون ده بينظم التظاهرات. انا كنت بقى انا مع قانون تظاهر، بس انا كنت مع قانون تظاهر بس بالتشاور مع القوى السياسيه، جبهه الانقاذ،
الظهير السياسي اللي معاكي في الشارع يكون متضامن معاكي، ما يطلعش ينتقدك على التلفزيون. جورج يسعى طلع ينتقد الوزاره نفسها، الوزاره لها احزاب يعني، فزاد بقى دي مثلا منتمي لمصر الديمقراطي، فربما رجع لقواعد الحزب فلا غضب في قواعد الحزب فاضطر ان هو يطلع تصريحات متضاربه. التضارب الاختلاف الراي يعني ما فيهوش مشكله يعني، ممكن يكون في اختلاف. لا بس في نقطه بقى برضه خطيره جدا، مشاعر الشعب المصري حاليا في حاله سيوله غير عاديه، تتحرك يمينا ويسرا بشكل كبير، وعايزه حرص في التعامل مع المشاعر. هم طبعا في حاله قلق وحاله توتر لسوء يهدأوا، بس المشكله ان هم يهدأوا بجد، انما هم لو فوقوا ان هو لم يتحقق له الهدوء ربما تتحرك مشاعرهم بشكل سلبي. هذا ما لا نأمله. وأنا أخذت من حضرتك الصورة وصلت الآن. أستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، شكرا جزيلا لحضرتك. عودة مرة أخرى لسيادة اللواء مجدي الباسيوني، يعني إحنا أثرنا العديد من النقاط فيما يخص، أنا كنت بتكلم كمان قبل هذا الاتصال التليفوني مع حضرتك على قانون تنظيم التصارب، وأن هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى حضرتك فسرتها في سؤال واحد. طيب لو مش قانون التظاهر يبقى إيه؟ معلش، ناس يقولوا قانون العقوبات فيه الكفاية. أنا بقول يا ناس يا قانونيين، قانون العقوبات بيجرم إيه؟ يجرم الحرق والتخريب والضرب وإحراز السلاح، مش كده ولا لا؟ طب كويس قوي، يبقى أنا أنتظر هنا قانون العقوبات بيطبق عندما تتكون الجريمة، لما تظهر الجريمة على الساحة، ده كلام كويس. أما بكون أنا بقى هنا في مظاهرة طالعة، مظاهرة طالعة مفيش بقى قانون تظاهر اهو، وطالعين ونيتهم متجهه الى احراز السلاح، واللي واخد السلاح من البدايه من بيته ده ايه؟ واللي معاه مولوتوف من بيته ده حسن النيه؟ طيب انا كامن هنا اطلع اعمل ايه في المظاهره بقى؟ امنها بقى ولا اعمل ايه؟ امنها، ما مفيش قانون تظاهر، ما مش واخدين لا تصاريح ولا الى اخره. طب ده كلام جميل، طلعت فيه سلاح وطلعت فيه تحرش بالامن، وهم طالعين اصلا لاستفزاز الامن، اطبق قانون العقوبات من النهايه ولا ده 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 احنا بنطعم الاطفال عشان منع من المرض. وبعدين مهمه الشرطه، حضرتك عايز تقول وقايه خير من العلاج بالظبط كده. لا مهمه الشرطه ايه؟ منع الجريمه قبل وقوعها. يبقى انا بنظمك وبحافظ عليك وعارف انت رايح فين ومطالبك ايه ومين اللي قائد المظاهره واهدافكم ايه، وهامنك. خرجت عن الحدود، خش يا قانون التظاهر. مش قانون عقوبات بقى، قانون التظاهر. لا هو في كمان مشكله، هو في مشكله ايه العيب في هذا القانون؟ شفناه في موضوع كمان الاختار يا فندم. نعم يعني الاختار، ما هو يوم كان مجلس الشورى هو موضوع الاختار قبل موعد بثلاث ايام. فيها مشكله اخرى. ايه مشكله؟ لا انا إيه؟ بتكلم ان هم يعني من يحلل او ينتقد هذا القانون في مشكله. اللبس اللي احنا شفناه امبارح ايضا في ميدان التحرير، هناك كانت المفروض 6 ابريل هناك مظاهره، واخدين اختاروا وزاره الداخليه وخدوا تصريحها، ولقينا اندسهم ويقول لك ده ناس اندسهم. انا عايز اقول حاجه انه خلاص عشان ننتهي من موضوع التظاهر. انا بقول كل واحد يقف امام الشاشه ويشوف ايه اللي بيحصل في الشارع وايه الفوضى اللي بتحصل في الشارع. هل ده شارع مصري؟ طيب البيوت، السكان اللي في البيوت دي، بلاش بقى اللي في الشارع اللي عربيته اتكسرت واتحرقت والى اخره، واللي اتعطل، السكان اللي في البيوت دي مفيش هنا ترهيب للاطفال؟ مفيش رعب بيحصل للاطفال؟ طب الامن يقول لك ما هو الامن اللي بيجي بيحتك بينا، ما انت طالع اصلا تدمر، انت اصلا طالع سيء النيه، انت عايز الامن يقعد فين؟ يقعد في مقره ويقعد بقى ويسكت؟ الغي الامن بقى. وعايز اقول لحضرتك حاجه، حتى لو كانت بعض او التظاهرات بتنزل بشكل سلمي وبتحول، ما ممكن يكون مندسين. طب الامن بيتصدى للمندسين، يعني ممكن تكون بالظبط مظاهره سلميه للغايه ولكن هناك مندسين من يدخلوا فيها، فلازم الامن يبقى متواجد. اقول لحضرتك على حاجه، لو احنا بقى بنتظاهر وعارفين بعض كده ولنا قياده، مش هسمح لاندساس في وسطينا. خدت بال حضرتك؟ لن اسمح لاندساس حد في وسطينا. يعني انا بساعدك بقى، يعني انا هقول لك ايه؟ خدت بال حضرتك؟ انا بقول للامن استنى على جنب كده، انا هساعدك. لان احنا عارفين بعض ومتفقين مع بعض، وقت التصريح بتاعنا اهو مفيش حد هيندس في وسطينا. لكن للاسف كيف اندس هؤلاء في وسطهم؟ الاخوان يطلعوا يقولوا مش احنا. احنا كنا واخدين تصريح، او اللي كانوا واخدين تصريح، وبعدين دول اندسوا. طب ما انت يبقى انت مش مسيطر على المظاهره بتاعتك. فين القياده بتاعتك؟ يا جماعه الشارع بقى صعب
والفوضى وهو الى اخره. وبعدين ده في ناس كانت هللت لقانون الطوارئ وقالت ايه يا استاذه؟ اتفضل. قالوا الله على قانون الطوارئ، انا كنت ضد الغائه، كنت زعلان انه اتلغى. في ناس قالك لا ازاي، طب ليه؟ قال لك عشان سمعتنا في الخارج ان مصر بلد مستقره ومصر بلد امان، وانت حاطط خريطه الطريق وماشي. ده كلام جميل جدا. طب الشيء اللي بنشوفه كل يوم ده والقنوات الفضائيه بتنقله، الدول الاوروبيه تقول ايه؟ ثم ان اي متشدق وضد قانون التظاهر، ده الغريب ان بيقول لك امريكا بتمثل بامريكا. قانون منع التظاهر في تنظيم التظاهر في امريكا اقصى من عندنا. ده حدث ولا حرج يا فندم، وعندنا يعني صور كثيره لذلك. ساده خلينا ناخد معانا راي ايضا في هذه الحلقه، ومعانا سياده اللواء احمد عبد الفتاح الخبير الامني والكاتب الصحفي. سياده اللواء، بعد التحيه انا هسال حضرتك سؤال مباشر عن ما يحدث في الشارع المصري، يعني الجهات الامنيه منوط بها حماية أمن هذا الوطن سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. طيب لما يخرج زي قانون تنظيم التظاهر، لماذا البعض يرفض هذا القانون، خاصة أن الأمن منوط به، يعني حمايتي وحماية حضرتك وحماية سادة اللواء، حماية كل المصريين، أخواننا الأخوان المسلمين أيضا، فلماذا يحدث هذا الجدل الكبير حول هذا القانون؟ أستاذة دينا مساء الخير، وتحياتي لسيادتك وللضيف الكريم العزيز أستاذة سيادة اللواء مجدي. الله يبارك في عمرك. زميلي بس سريعا كده، أنا كنت أريد الحديث في موضوع التظاهر وفي موضوع الدستور لكن الوقت لن يتسع. فبالنسبة لموضوع التظاهر أنا لا هنتكلم، ممكن ناخد نقطة برضو بعد كده من حضرتك، بس أنا عشان الموضوع ده الحقيقة موضوع الحال والعاجل واللي هو بيمثل النهاردة المشهد السياسي كله. أنا بس بأرجو أن كل أجهزة الإعلام والنخبة والمتصدرين للخطاب العام أن يشاركون الرأي فيما أعرضه الآن من نقاط قانونية سريعة. أولا بالنسبة لقانون التظاهر، معلوم للكافة أن هذا الحق لم يكن موجودا قبل 25 يناير 2011. حتى القانون الذي كان يمسه عن بعد وهو القانون 14 ل 23 سنة 23 يكاد يكون يعدم هذا الحق، يعني الحق نفسه غير موجود. ثم وبعد سقوط كل الإعلانات الدستورية التي صدرت بعد ذلك وتعطيل دستور 2012 أصبح هذا الحق ضائعا. وبالتالي فإن هذا القانون الذي صدر قانون 107 لسنة 2013 هو قنن هذا الحق قبل أن ينظمه، وبالتالي تقنين هذا الحق أدى بكل القوى السياسية والمواطنين والكافة أن يفرحوا ويسعدوا لهذا القانون الذي قنن لأول مرة هذا الحق. هذه الجزئية الأولى. أما النقطة الثانية